حديثان متناقضان، أحدهما يقول لا يحل الأزمة السياسية إلا الكرد، والآخر يقول لا اتفاق في البيت الكردي ما لم يحصل هنالك اتفاق في البيت الشيعي، أيهما الأقرب للمشهد؟ لا، أنا لا أعتقد أنه لا يوجد حل إلا عبر الكرد. الحقيقة هو كل القوى السياسية بما في ذلك القوى الإقليم الكردستانية مسؤولة عن تفاقم من الأزمة. يعني هذه المصالح المتضاربة ويعني المتناقضة، وكل طرف الآن يفكر في حدود مصالحه. يعني حتى القيادات الكردستانية ربما هي أوسع، يعني مجالها أوسع أنه تفكر في يعني على في مستقبل الإقليم، على مستوى إقامة دولة، مصالح الإقليم، المنطقة اللي هي تديرها. لكن احنا عندنا الان في مناطق الوسط والجنوب، يعني هاي بين القوى، يعني اذا جاز التعبير العراق العربي سواء من سنه او من شيعه، الحقيقه مصالحهم ضيقه للغايه. يعني لا يفكروا الا في مصالحهم الحزبيه، بل حتى الحزبيه تكاد لا توجد. يعني مصالح تحول الى جماعات مصالح تفكر فقط انه في تحقيق مكاسب حزبيه ذاتيه، مصالح ماليه، وبالتالي لا يوجد تفكير بمستقبل الوطن، بمستقبل البلد، بوحده البلد. هذه كأنما أصبحت أمور لا تعنيهم. يعني حقيقة هذه هي المفارقة المؤلمة في المشهد السياسي العراقي. القضايا الكبرى والقضايا المصيرية والقضايا المتعلقة أنه بوجود البلد الآن، إحنا وجودنا أصبح بحد ذاته مهدد. يعني هل سيبقى العراق موحد أم لا؟ هل سيتشتت، يتفتت، يتحول إلى دولتين، إلى ثلاث دول؟ هذه خيارات يعني مطروحة ليست فقط الآن. هذا الأداء السياسي البائس، وهذا يعني عدم الاكتراث يعني لما يعانيه البلد، هذه اللامبالاة السياسية الغير مقبولة تماما، يعني اللي هي تعبر عن يعني تفكير سياسي غير ناضج، حقيقة هذه راح تقود البلد إلى كوارث لا قدر الله أكبر مما عليه الآن. يعني إحنا نواجه تحديات ليست بسيطة، يعني ليست هي فقط مشاكل المواطن اليومية. الآن السؤال حول مصير البلد، العراق الآن سيتجه، الآن عندنا دول يعني الآن تطمح وتطمع الآن تمدد يعني حدوثها حتى وتاخذ مساحات من جغرافيا العراق. هنالك داخل العراق الآن إذا استمر هذه النزاعات وهذه الصراعات ممكن أنه يشتت البلد، يتحول إلى دويلات، إلى كانتونات. يعني هذه يعني ليست مسألة أنه تخويف أو أنه مبالغة، هذه هي الآن موجودة، يعني مقوماتها إذا استمر هذا الأداء. أنا أعتقد أنه يعني هذا النظام السياسي، هاي العملية السياسية بعد مرور حوالي 20 سنة الآن هي تحتضر. آن الأوان لأن يبدأ مخاض عملية سياسية جديدة ونظام سياسي جديد. إذا لم نبادر لذلك حقيقة كل ما يطرح الآن هو حلول ترقيعية وتسويات مؤقتة لن تنقذ البلد. هذه المفاوضات بين هذا الحزب وذاك الحزب وبين هذا الشيء أو تلك حقيقة لن تحقق شيء. يعني لحد الآن هم يدورون في ذات الحلقة المفرغة، لن تنتج شيء، حتى لو أنتجت شيء سوف تنتج كما لاحظنا في الأزمات السابقة. أيضا حلول وقتية ترقيعية وعلى وجه السرعة، ربما اتفاق على تسمية رئيس وزراء أو غيره، لكنه بحصل لن تنقذ البلد. أعتقد الآن مطلوب من الساسة التفكير بواقعية، وأعتقد ما طرحته في نشرتكم أنه حول أن تمضي الحكومة الحالية على الأقل كخيار واقعي، أعتقد هذا الأنسب، لأنه الاستمرار إلى أشهر أخرى أيضا في خلافات حول رئيس الجمهورية وحول رئيس الوزراء، ويعني خلاف يعني هذا معناه أنه فعلا قيادة البلد إلى الانهيار التام. على الأقل هنالك حل واقعي لعبور الأزمة والتمهيد لمرحلة جديدة، وهو أن نبقى الوضع على ما هو عليه الآن وتمشي الأمور ونقر الموازنة إلى آخره.